شبابا حقق حلاما تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حياتنا أحلى. ما هو التفكك الأسري وما هي أنواعه وأسبابه، وكيف يؤثر التفكك الأسري على الأسرة والمجتمع، وكيف أيضا يمكن الوقاية منه، وكيف يمكن علاجه؟ كل ذلك في حلقة اليوم من برنامجكم حياتنا أحلى، حيث اللقاء بكم يتجدد وحياتنا بكم أحلى. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأستاذ ساسي موسى، وهو اختصاصي نفسي كذلك أو إرشاد نفسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ نادر، وبارك الله فيك الحلقة هذه، ونحييك ونحيي الشعب الليبي وأهلنا في منطقة جبل نفوسة بالسنة الأمازيغية، ونملغ سقسن وندمنر، وإن شاء الله ربي تيوش تمر النغ الخير. تحياتنا لكم أكيد كل أهلنا في الأمازيغ في ليبيا. شكرا لك الله. نبدو حلقتنا لليوم ونطلب منك تعريف واضح، ما المقصود بالتفكك الأسري؟ كويس. التفكك الأسري كان من جل عرفه التعريف هذا في عدة تعريفات، لأن كل مدرسة خص تعريف خاص به. نعم. سواء مدرسة السلوكية أو مدرسة الاجتماعية أو مدرسة النفسية. لكن التعريف في العموم القائل هو شكل من أشكال المرضي للأداء الاجتماعي لغير صحيح يقوم به أحد أفراد الأسرة، سبب مشكلة في الأسرة ويسبب إعاقة حتى في النمو متاحة بشكل اجتماعي صحيح، أو هو أداء اجتماعي غير سليم يقوم به أحد أفراد الأسرة أو مجموعة في الأسرة، مما يسبب مشاكل في الأسرة في تقدمها في الازدهار نتاعها، وهي حاله من الاختلال الداخلي وحتى الخارجي ناجمه عن وجود طبعا اشياء مش مشبعه في الاسره. نعم. من الافراد الموجودين في الاسره بحد ذاتها، من ترتب عليها نمط سلوكي يعني سلبي، وتكون فيه عده مشاكل وعده عقد يعني. نعم. حضرتك قلت انه مرض. أكيد يطلق عليه مرض من الأمراض الاجتماعية نسموه فيها طبعا مرض، أكيد من ناحية الاجتماعية مرض اجتماعي متعلقة يعني بداخل المجتمع وداخل الأسرة. أكيد. طيب نصنفه مع بعض أنواع التفكك الأسري، قلت أنه في حسب المدارس يصنف. أعتقد المدرسة النفسية ترجح أكثر شيء من ناحية العلاقات النفسية اللي تصاب بها الشخص موجود في الأسرة، ممكن يكون البو عنده مشاكل نفسية، أو تكون الأم أو أحد أفراد الأسرة يتأثر تأثير سلبي يصبح في نوع من التفكك. نعم. من ناحية الاجتماعية ممكن يكون في سلوك معين موجود في الأسرة، ممكن ما الأسرة مثلا عندهم مشكلة اللي هي العناد، أو مشكلة نسموها فيها الصدمات أو مثلا المشاحنات تكون من ناحية الاجتماعية. ممكن يكون تفكك من ناحية البيئية، تكون البيئة المتواجدين فيها الأسرة نفسها يعانوا من ضغوطات أو يعانوا من مشاكل معينة يصبح عندهم نوع من التفكك. وفي من ناحية الاقتصادية ممكن الحالة المادية لها دور كبير يعني وتأثير في ناحية التفكك الأسري، ممكن غياب الأب فترة زمنية طويلة أو الأم، أو ما فيش تبادل الأدوار حقيقية من ناحية الاقتصادية في الأسرة نفسها يصبح في نوع من التشقق. طيب يوجد تفكك أسري داخل، ما نفهم من كلامك أو الملخص من كلامك أنه يوجد تفكك أسري داخل المنزل وخارج المنزل أيضا. أكيد أكيد. المقصد التفكك الأسري الداخلي والخارجي، الداخلي لما تكون مثلا ما فيش علاقات واضحة متواصلة ما بين الجوز والجوزة بدرجة كبيرة، هم المؤسسين للخلية الأسرية نفسها ومع الأبناء. الخارجي المقصد منه لما الأب يغيب فترة زمنية طويلة ما فيش متواصل معه أو الأم أو الأبناء، نبدأ يعطي نوع من التفكك، ما فيش تواصل، يعني تلقى يعني حتى الاتصال يكون ضعيف جدا جدا، ما فيش تواصل بيناتهم. مثلا نعم. البو ما يسألش ولادهم ونمشوا وما يمشوش، الجوز ما تسألش جوزها والجوز نفس القصة، نوع من التفكك هو، لأن التواصل شيء مهم جدا جدا، ما يكونش في تواصل تصبح في مشكلة. احنا ما شفنا في ليبيا نعاني السنوات الاخيره من هو التفكك العاطفي، تلقى الاب والام متواجدين في المنزل لكن فيش الترابط العاطفي الكبير، اداء نتاعهم اداء اقتصادي فقط، لكن من الناحيه العاطفيه تلقاه ضعيف جدا جدا. نعم. مما مسبب عده مشاكل تو نخوضها في الحلقه. بشكل او باخر يعني بيبان تاثيرها على الاطفال داخل المنزل. اكيد. اول شيء تكون في المشاحنات، حتكون في فروقات ما بين الابناء نفسهم بصفه عامه، ما يكونش في تواصل سواء كان مع البو والام وخاصه حتى الابناء نفسهم. نعم. تنشا عندهم حتى يعني عادات سيئه وانحرافات سريعه جدا جدا، خاصه عند المراهقين ما يلاحظوا في تواجد الانفكاك هذا، خاصه من البو والام بدرجه كبيره طبعا. نعم. لان احنا تو تلاحظ معظم الابناء خاصه بس المراهقه يدوروا في الحب الغير حقيقي اللي فاقدينه في المنزل خارج المنزل بطرق طبعا منحرفه بطرق سيئه، مما يؤدي لهم انهم يخشوا في مشاكل لها أو لها آخر يعني. انحراف والانحلال. طيب شنو الفرق بين الانحلال الأسري أو التفكك الأسري؟ في علاقة؟ أكيد. التفكك الأسري طبعا ما فيش تواصل ما بين الأم والبو والأبناء في حد ذاتهم. نعم. والانحلال هي الدرجة اللي هي عدم الرقابة أو أعطاء زي ما نقول فيها الحرية المفرطة اللي فوق المعقول، ما فيش حدود واضحة في فصل الأسرة نفسها، يعطيها نوع من الانحلال، تلقى في ترابط في العائلة نفسها تلقى فيها نوع من الانحلال، الولد مدرس ما يبي، البنت مدرس ما تبي، الأم البو ما فيش احترام القواعد والقوانين، ما فيش يعني حط اعتبار حتى الأمور الدينية، أمور مثلا العادات والتقاليد والقيم،
يؤدي به الانحلال في الأسرة في حد ذاتها. يعني معناته خلينا نقول إنه هو يعني موضوع مرتبط ببعضه. أكيد ارتباط كبير. كان في تفكك أسري يعني بيكون في انحلال أسري. لأن هو زي الحبل أو زي السنسة حاجة تجر نعم. حاجة. فلو في انفكاك لما يكون في انفكاك كل واحد بينشغل في المشكلة متاعته، كل واحد بيوجه اللوم للآخر. تصبح في فجوة كبيرة نعم. أضعف شخص في الأسرة حيخش في مخاض نتاع الانحلال هو ما يلقاش المرشد دي في البيت، ما يلقاش المصلح اللي في البيت، ما يلقاش من يساعده في البيت، يحاول أنه هو يخش في طرق نتاع الانحلال. ونعتبره نوع من أنواع التفكر أكيد الأسري. أكيد من أنواع وأخطر الأنواع أعتقد ومن فروع نتاعه أكيد صح. نعم طيب أسباب التفكر الأسري لابد أن يكون في هناك أسباب. طبعا في عدة أسباب التفكك الأسري، في أسباب اللي هي نسموها احنا أسباب بيئية، في أسباب ذاتية، في أسباب نعم. اقتصادية، وفي أسباب صحية. نفصلوا الأسباب هذه. كويس. لما نجوا الأسباب البيئية، البيئة اللي تواجد فيها الأسرة في حد ذاتها. نعم. البيئة هذه سامحة يكون في تفكك في الأسرة أو ما فيش تفكك في الأسرة، ثقافة المجتمع اللي يعيش، أنت ما تنساش أن في ثقافات داخلة في الأسرة نفسها سواء كان من التلفزيون، من النت، من الشارع، من المجلات، من الجرائد، من الصحف، من الأفلام، كلها تبت في بعض السموم تجعل الأسرة تكون متفككة يعني. الأسباب اللي هي الذاتية ممكن التركيبة النفسية البوة والأم، خاصة التركيبة النفسية البوة يلعب دور كبير جدا جدا، إنه هو قائد المركب، إنه هو على رأس الأسرة في حد ذاتها. نفس القصة الأم تصبح في مشكله في 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 مشاحنات، من هو اللي بيسيطر على البيت؟ هو بيكون مسيطر الاب او الام. لما انت تقلق في نفسك او بينك وبين نفسك ان يكون مسيطر، يكون مسيطر ما فيش احترام للادوار فصل الاسره، تصبح في كارثه كبيره. حنتكلم على تبادل الادوار بشكل تفصيلي اكيد. نعم حيخلق لي نوع من الانفكاك. من ناحيه اللي هي الاقتصاديه نفس القصه، طبعا معظم الناس همها الفلوس وهمها الماده. واكثر شيء سمحني في الكلمه هذه، بكش بعض الناس تزعل مني، تلقاه النقال من النساء اكثر، تلقى مثلا نقول الامكانيات الاقتصاديه للجوز محدوده، تعرف الجوزه بالقضيه هذه، تقول تنق عليه نبي نكبر في الحوش ونبي ندير ونبي نشري ونبي نجيب ونبي نجيب، وهي عارفه الامكانيات نتاعتها الماديه. نعم ترهق في الشيء هذا، يعطي في نوع من الجمود عند الرجل نفسه، نوع من النفور، تخلق مشاكل نزاعات، يصبح في نوع من التفكك. نفس القصه مشاكل الصحيه المقصود بها المرض المزمنه، خاصه كان صوت بها الام، خاصة الإعاقات، كان صوت الأم نوع من الإعاقات تشكل خطورة كبيرة، يصبح الأب ما عادش ينظر الأم كأنها مثلا كاملة مش مشبعاتها من عدة نواحي، يعطيها نوع من الانفكاك. الأب نفس القصة ممكن تكون ضحية أكثر شيء الأم، وقد أبوه مثلا تجي جلطة بلا مؤاخذة ولا يمرض ولا تصير أي مرض، معلش الأم ديما هي تضحي وتوقف لها في كل شيء، لكن لاحظنا من الأم أو الجوزة تمرض، وهنا احنا درنا بعض الدراسات لقينا هي الضحية حتكون أكثر، خاصة كان مثلا مثلا مرضت بمرض مزمن، جاها ضغط أو سكر أو جلطة أو شلل لا سمح الله أو أي عجز يصير الإمرأة هذه، تلقى هي الضحية، ممكن تطلق أو يأخذ لها مرة ثانية، وتحدث القصص هذه بهذا النوع هو يعني. نعم طيب كلها تسبب ممكن تسبب الانشقاق الأسرية، لكن هذه عوامل مساعدة، هو أكبر عامل هو عدم الاحترام. باهي ما فيش تبادل ادوار حقيقيه، تختل الادوار فصل المنزل، الاب مفروض هو الحمايه، هو الاول والاخر، الام هي مسؤوله بالبيت، هي مسؤوله بالابناء وبالتربيه، لكن ما في مش نخفح دور الاب. ثاني شيء ما فيش ادوار حقيقيه في المنزل، تلقى موجود البو الاب البو والام، تلقاه سامحني مسيطر في الاب يعني قصدي مسيطر في البيت. نعم. تلقاه المسيطره هي البنت الكبرى في البيت او الابن الاكبر، حتسبب مشاكل كبيره، وهذه من المشاكل اللي تسبب في الانفكاك الاسري. نحن كيف درنا دراسات توصل نسبه نتاعها اكثر من 60% من الاسباب اللي تخلي في انفكاك في الاسره. نعم. لما الاب يعطي الولايه يعطي الحكم او الكلمه للبنت الكبيره في الحوش او الولد الكبير، تصبح في مشاكل كبيره تعطي نوع من انفكاك نتاع الاسره. نعم. خاصه كيف تكون شخصيه البو ضعيفه او شخصيه الام ضعيفه، حتى تسبب راهي مشكله كبيره في الاسره في حد ذاتها طبعا. خلينا نرجع لنقطه الاحترام اللي حضرتك ذكرتها، نعرف منك شنو علاقه الاحترام بالتفكك الاسري. اكيد. الاحترام شيء مهم جدا جدا، نابع من الدين، نابع من التربيه، نابع من الاخلاق. نعم. لما كل إنسان يحط حدود لنفسه ويعطي حدود لغيره، الاحترام هي الثقة اللي مفروض نتبادلها ما بين الإمرأة أو الرجل. كل حد يعرف حين نقول فيها كل قدير وقدرة، لما تقل الاحترام مثلا الجوز يقل الاحترام على جوزها بلا مؤاخذة، أو الجوزة تقل الاحترام على جوزها. نعم. تصبح في مشكلة كبيرة، نقول فاحنا بالليبي يعني معاش الانسان سبحان الله كرامه، هذا موضوع خطير جدا جدا، المفروض الامراه تنتبه له انتباه كبير، رفع الصوت على الرجل او الرجل يرفع صوته على جوزته، هذه اشياء طبعا تقلل من احترام الطرفين، تصبح تقلل احترامهم يعني حتى قدام ابنائهم. اكيد تخلق كل هذه التجاذبات والمناقشات تحت
قدام الأبناء. دخل خاطر حتى نقاط سوداء ما بيناتهم، يعني خاصة نعم. رفع الإيد مثلا جوز يضرب جوزته أو الإمرأة ترفع صوتها لجوزها، هذه من الأشياء الخطيرة جدا جدا. المفترض كيف تصير أي مشكلة المفروض يتناقشوا نقاش عقلاني، الوجه في الوجه، العين في العين، يكون في حوار، يعني يكون في حوار بناء. ما نذكروش الماضي والحاضر ونخلط لك كل أنت صفتك وأنت ناقش، كل هذا يكون بعيد عن الأطفال. أكيد أكيد ديما نقول فيها، وخاصة المتجوزين عندهم أبناء من أكبر الخطر تصير المشاحنات أمام الأطفال، إنه حيطيح القدر نتاع البو وقدر الأم، لأن الابن الصغير هو يشوف لأبوه إنه هو البطل الكبير في العالم كله، أقوى رجل، ويشوف لأمه أنا أعظم امرأة وأقوى امرأة. لما تصير التكشيخ جو بعضهم والإهانات والشتم والسب لمواخذة ورفع الإيد، خلاص تنهار الصورة هي في عين الطفل، وتصبح في مشكلة كبيرة. تصبح عند حركة تمشي المحاكم تلقى بداية القصة نتاعهم بقصص بسيطة جدا جدا، لأن إحنا قد تصير مشكلة نحط فص قلبنا، تصير كالموقف يدس فص قلبه. المواجهة شيء مهم جدا جدا. يصير الموضوع تعالى أنت وجوزتك واجهوا بعضكم، علاش أنت كي درتي، أنت علاش كي درت، علاش أنت كي قلت. ما هذه المشاكل، واللي أخطر شيء على الأسرة هو التدخلات الخارجية، ممكن يكون من أهل الجوزة، من أهل الجوز، طيب، من الأقارب، من الجيران، هي اللي تسبب تفكك الأسرة والمشاكل دي كلها. خلينا نتكلم على غياب الأب لساعات طويلة، ربما من أكثر الأسباب للتفكك الأسري غيابه وانشغاله كذلك بأمور الحياة. كويس. النقطة دي سيد نادر بكي نستنى فهد، تظهر من أخطر النقاط. خطيرة جدا جدا. لا تتحجج بين الدنيا غالية وما فيش سيولة كذا ونمشي نخدم صباح الليل، وما تقولش الأساس يقول في كلام وردي. احنا هذا شيء احنا معاصرينه واقع ومتعايشينه، وتجينا قصص كل يوم وأحداث كل يوم، أبدأ بمشاكل المخدرات، الحرفات الجنسية، السرقة، القتل، يعني في أشياء نتيجة شنو؟ غياب الأب، لأنه عمود الأصلي في البيت، أنه مصدر القانون والقوة في البيت، وهو القدوة للابن والابنة في البيت. لما يغيب لساعات طويلة والأم تبدأ على كل كبيرة وصيرة كل شيء في رأسها هي، عندما تفرحش يا جوز لما جوزتك، معلش مش ضد سواقة المرأة، ما تبي كلهم يسوقوا، إن مرتك تسوق وبتمشي تسوق الخضرة وبتجيب بمبل الغاز وبتجيب لهم مية وبترفع وتجيب، ما تفرحلاش النقطة هذيرة، لأنك أنت حتستنزف كل القوة اللي عندها وكل الحيل الدفاعية اللي عندها. يعني كيف بيكبروا سن معينة مش حتقدرهم الأولاد والبنات، مش حتقدرهم، حيتطاولوا عليها. وين دور نتاعك انت الاب الحامي اللي بتجيب الغاز بتجيب الخضره وبتحمي برا والداخل؟ وين دور نتاعك؟ ما تنهيش الدور نتاعك، ما تنهيش دور الام اللي هي الحاضنه وهي مسؤوليتها في البيت، صح؟ لكن تغيب لنا ساعات طويله خارج المنزل هي ذيك الخطوره. وسمحنا في النقطه دي، خاصه الناس اللي تشتغل اربع خمسه خدمات، انا ليش اخصص وقت نتاعهم في المقاهي النت ومقاهي رجله ساعات طويله ومقاهي نتاع القهوه والشاي؟ قادر يخصص وقت لابنائه، المفروض يخصصهم لابنائه الوقت اللي تقضيه ساعه وساعتين مع اصحابك وتصابر انت وياهم قدام التلفزيون ولا قدام مباراه ولا قدام كذا، علاش ما تخصصهمش لابنائك؟ على الاقل تقرب منهم. احنا ليش طوحنا نعانا في ليبيا صارت الاخير في التباعد الفكري زمان، عيلك دي اي حاجه طول تزبط ولدك ولا بنتك من شبحته من تطبيسته من مشيته، طاعف ولدك كان داير عامله طبعا عشان يزبطوا فيه، معلاش لان هم ما يقامزوش معاهم. احنا جينا قصص كل يوم تباعدت المسافات، تباعد بين الافكار بين الاجيال، ما عادش حد يعرف طبع ولدك طبع بنتك. احنا زمان سبحان الله تجي تلقى البو والام انت غير تقول لك بس بوك يزبطك يعرفك نقطة جداك، شو مشكلتك؟ مش قاري ما تندر منك في مدرسة داير عاملة يزبطك من تطبيسة عينك من راسك حركتك كلها يعرف، تو يديروا في جميع الدنيا ويتعاطى ويشرب في خمر ويخنب ويدير في جميع الهم وما يزبطوش الاهل، نتيجه شنو؟ انهم ما يقعمزوش مع صغار فتره زمنيه طويله، وخاصه الابره. رجاني الكبير الابره، ما تحطش اللوم على الام، الام الام يعني قداش منها بتطيب بتغسل بتربي بتجيب بالحوش تجيرتهم برا والداخل. الام بعض بعض المشاكل اللي تحدث على سبيل المثال مخدرات وذكرتها، الام مش راح قادر يعني تجري الشارع صغارها، يعني صح صح في النهايه راح تحتاج الأب بطريقة أو بأخرى. سمحني نقول كلمة، أنا اشتغلت في العيادة النفسية وخاصة مع متعاطين المخدرات وحتى اللي عندهم فيروس اتش اي في، بحكم أني اشتغل في منزل الوطن مكافحة المرض السارية، 95% من اللي جينا الحالات يجيو فيهم أمهاتهم. شيء مؤسف، بوين بوه مش فاضي، علاش ما يجيش؟ ما بيش يجي. 95% من الحالات اللي تجينا نشجل فيها احنا عندنا في الدراسات تاعنا والبحوث تاعنا، تلقى البوه الأم هي شايبة معها ولدها. مش الأم تلقى الأخت الكبيرة، علاش البوه ما يجيش؟ مش معقولة بصراحة. يعني بوه متحش منها مستعار منها في النقطة هذه، المفروض الولد يستعار من بوه ما رباش كويس وانحرف وصل لطريقة للطريقة هو. وهذه احنا مشكلتنا، احنا مشكلتنا سامحني في الكلمة هذه، في ليبيا السنوات الأخيرة نساء نربي يهديهم ببو هلبة أجواز، خلينا نقولها بالليبرة، دلعوهم ببوهم من أي ناحية؟ من كل شيء،
خلي الراجل ياكل ويشرب وخلاص ويجي يرقد وخلاص الحوش، مين راه هنا زرقا منين ورقا؟ لا خلي يقولوا ساسي يقول لك نتكلم على الواقع الليبي، شرع الليبي، بحكم اني نشتغل المخدرات والايدز والالتهاب الكبد ومشاكل نفسيه وسلوكيه، راهو بسبب الانحراف اللي موجود في الاسره ما فيش ادوار حقيقيه، ننقلب بدات الام هي البو والام في الحوش والبو ما عادش عنده دور، بدا البو هو اللي غايب الام هي حاضره غايبه. انت حتى في المدارس في الزراعه الامر اسال اي خاصيه نفسيه خاصيه اجتماعيه من يجي المدرسه تلقاها الام هي اللي تجي وهي اللي تسال علاش ما يجيش البو؟ مانيش فاضي، علاش في الميعادات نتاعه في التقاميس في القهاوي محافظ عليهم، علاش ما يحافظش على ابنائه؟ هذه كلها من المسببات. حكم انك تكلمت على هذه النقطه خلينا نتكلم عليها بشكل اكثر تفصيلي. يحدث صراع ادوار بين الاب والام ويصير في خلط بين الحقوق والواجبات ومن ثم يحدث تفكك اسري. في كل شيء الانفلات الاسري راه يصير من قبل الجواز وفي اثناء الجواز وحتى بعد الجواز وانجاب الاطفال. يعني من اول يوم يتلاقوا فيه الجوزه والجوزه بعد الفرح تعرف ان في تواصل او ما فيش تواصل ما بين الجوز والجوزه. حتى قلت التقاميز الراجل مع مرته في الحوش مع صغاره هذا فيك اسري، يعني زي ما اشرت لك قلت لك احنا في ليبيا نعانوا انا حسب ما شفت ولاحظت في اللي هو الطلاق العاطفي. تلقاه مرته في الحوش موجوده لكن بعد قداش يتلاقوا ويهدرزوا او يفسح فيهم او يقامز معهم او تضب عليهم في مشاكل نتاعهم ما فيش. نعم. يعني حتى الحب الحقيقي اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الحب والحنان والعطف وتوفر في الاسره مش موجود. احنا علاش بناتنا ينحرفوا بلا مؤاخذه؟ علاش اولادنا ينحرفوا؟ علاش يدوروا في الجنس والزنا والاشياء هذه والعياذ بالله؟ نتيجه فاقدين الشيء هذا في الاسره. ما فيش حنان، مش نقول لك الكل لكن قريب عدد كبير من الناس ماشيين في المخاض هذا. انت تعال حتى الحوش سامحني تلقى المنزل مقسم تقسيم. تلقى المربوعه على البو تلفزيون بروحها. فعلا. بناويت هم في دار التقاميز تلفزيون بروحهم، الاولاد في الدار بروح، ما فيش هيك التقاميز. والمشكله لما تقعمز مع كل شخص في الفرد الاسره وتجي تساله على سبيل الاب يقول لك لا انا ما نحبش الدوشه، تجي تسال الابن يقول لك لا يعني مش نقزم خوتي لا ابوي يقيد فينا ممكن في تفريجنا في التلفزيون نتفرج على محطه معينه او برنامج معين وكذا، تجي تسال الاسره بالكامل يقول لك لا احنا تعودنا على هذا الشيء يعني من زمان او من سنوات. هذه القوانين من اكبر غلط القوانين تحطها الاب والام. اكثر شيء مهم جدا جدا صفرة الفطور والغداء والعشاء هذه المفروض تكون مقدسه لانها جلسه علاج، جلسه ارشاد، جلسه تسال الام شيء وين جاي. احنا زمان معنا اخصائي اجتماعي ديما نقول في كل الحلقات مخصص يشير الموضوع هو نعم دار الماجستير نتاع في 2001 نفكر فيه واخصائي اجتماعي وتوفى ان شاء الله ربي يرحمه على شاهي العاله. ضحك على القاعه بالكامل قالوا في دراسه ندرها شخص اخصائي اجتماعي درجه ماجستير شاهي العاله هيك معلقها اللي هيك فعلا يضحك لما حضروا المناقشه نتاعها الناس كانت مذهله حاله فهمهم مستغربين كيف شو قصه شاهي العاله صح من اسمها شاهي العاله تلم العيله تلتم عليها تلتم يكون في اجواء عائليه اكيد يعني. ثلاثه تواصي شاهي ما شاء الله الاولى بعديه ثانيه بالرغوه الثالثه عند الكاكاويا باللوز غالي شويه على الاقل كاكاويا باهي تغطي شويه على المهم لا قبل الظروف حاجه يعني بسيطه كانت تلم العيله سبحان الله كانت قريب ساعه ساعه ونص انا زمان والدي الله يرحمه نين توفى شاهي العالم مش لازم ينحط بعد الغداء بعد العشاء لازم ينحط نعم. يعني توفى الله يرحمه الوالده طبعا تعبت من الاخيره كي ضغط وسكر ما عادش قدرت بصراحه هذه ابسط الاشياء ونستنى فاحنا كنا شاهي العالم هذه ممكن ابسط الاشياء ممكن نستخدمها اكيد سفره يعني سفره فطور وسفره غداء تستطيع هذه السفره ان هي تلم العيله بالكامل وتجمع اكيد مش توا البو يشتغل الام تشتغل بنت تروح الساعه 2 ولد الساعه 3 كل واحد صينته بروح تقول في مطعم ما يتلاقوش ما عندهمش على الاقل نوحد في ساعه معينه باش انا نكون حريص على الموعد اللقاء بحيث نحن نتواصلوا وهذا دليل على سفره رمضان لما يجتمعوا الناس سفره رمضان في كل سنه فكانهم لهم سنين ما شافوش بعضهم اكيد وانت تشوف المشاكل اللي تصير وتكتشف فيها هلبه مشاكل تكتشف فيها تعرف شو فيه شو ما فيش حتى هربط الضي ما هربط الضي والنت حتى هو كلها تتلاقى حتى باهي فرصه للعائله تلتم اللي كانت متفككه خذنا فائده من معيته من هرب الضيف كيف مصايب قوم قوم فوائد صح غير الناس عارفه الفائده نتاعها يعني ساد نادر الانفكاك اصبح واضح في المجتمع نعم حتى كان نتكلم بصوره اكبر حتى من ناحيه سياسيه ولا كان احنا مجتمعين مش هيك حال البلاد انت تضمنها الحسد كلها والبلاد استريحت ومشينا لقدام لكن الانفكاك تلقاه في الاسره نعم ينتشر لبرا وينتشر في المجتمع لان كل لبنه لما تصير فيها اختلال ياثر لكل لبنات اللي في المجتمع هذا نسيج في المجتمع لان صارت فيه خضخضه احنا نسميها فيها ما فيش تلاؤم ينتشر في المجتمع ويصبح نعم. مسيطر وتظهر ثقافه في المجتمع طيب. ويصبح في مشاكل يعني خلينا ننتقلوا ونتكلم على ثوره الاتصالات الحديثه التكنولوجيا والانترنت كل شخص او كل فرد موجود داخل الاسره خاص بعالمه يعني ومنشغل بعالمه الخاص انا كلمه دي بنقول فيها ربي يسامح اللي قال كلمه التواصل الاجتماعي ماش تواصل اجتماعي
تفرق اجتماعي وبامتياز وباجتياح صراحة. يعني مش معقولة في كان نضبح لولدي نبعت له رسالة في النت ندير لايك ندير مش معقولة بصراحة على ندير إضافة بصراحة شيء ما هوش مقبول يعني كما تقابلش الإنسان وجها لوجه لما نشبح لك ونتكلم إنه كان مهتم بيك نبي مصلحتك عكس إنه في ناس اللي فيه كان والله ولدي نتابع فيه في النت قريه ما قراش باش ندرك إنه قريه ومشى وأدى يومه بشكل مضبوط يعني هذا شيء ما هوش مضبوط موجود في النت مش كله يعني حقيقة أكيد حتى التواصل عن طريق التليفون حيكون في نفاق أكثر من يكون في الوجه يعني صراحة تكون في مجاملات صح أنت ما تعرفش أنت حتى الناس سمحني في الفيس مش لتربحها قريب 100% ما يحطوش وسائل التواصل الحقيقية يعني يعلموا في الضعف في الشخصية وضعف المواجهة بها كان كنت صح مضبوط أنت نشر في النت بيتكلم باسمك الحقيقي وري صورتك ترى كلها عندها سمي مستعارة ما يوضحوش الشكل الحقيقي يعني كلها تعطي شخصيات تبني شخصيات وهميه وشخصيات ضعيفه افضل شيء المقابله وجها لوجه فيس تو فيس يعني اهم شيء بحيث نعرف شنو انت شنو رد الفعل نتاعك هل انت مستريح لي هل انت متواصل معي بالضبط هل انت مهتم بيا في عامل ثقه بيني وبينك ما فيش هذه اشياء احنا نفتقدوها بصراحه صح. النت بعدنا وبعد اولادنا علينا الاتصالات كلها والهواتف بعدت انت تبيني تعالي الحوش ادرز عليا مش لا والله اتصلت بيك ودورتك لا انت تبيني تعالي الحوش ادرزوا تواصلوا نعرف صحتك شن مشاكلك شن كذا شن همومك هذه المشاكل اللي موجوده في المجتمع ما تقولش لا التكنولوجيا لا والله تقدم في العصر مش تقدم في العصر اليابان هي تقدمت صح لكن ندمت لما خاضت في التكنولوجيا اليابان ندمت 18 سنين تدرس اليابان في المدارس نتاعها كيف يكون علاقات اقتصاديه صحيحه يعني تخش مدارس نتاعهم بالتحيه اليابانيه بالمشي اليابانيه بكل بوسان على الايد الكبير على الراس الكبير هذا كله فخرتها اليابان فتره التسعينات اللي فرحت بالنهضه نتاعها في الثمانينات تو سنه الاخير بدات ترجع الموضوع هذا تو احنا المسلمين بصفه عام الحمد لله خاصه العرب حازدين عند الدول الاوروبيه كيف حد توفى تجي ما شاء الله امه لا اله الا الله تصير عرس كلها تجيك نعم. في اوروبا في توفى امه وتوفى ابوه ما يجيش حد مرته بروحها ما يجيش يعزي يدير مثلا ينزل اعلام في تلفزيون في جريده ان ابوه توفى ولا في النت وخلاص يعني نعم. هذا كلها تسبب انسلاخات في المجتمع وهذه الاشياء اللي تنادي بها عده جماعات وعده احزاب للاسف الشديد وعده افكار ان تدمر اللي هي النسيج الاجتماعي خاصه اللي هي الاسره اللي هو النسيج الاصلي لاي مجتمع بصراحه يعني. ابقى معي استاذ ساسي الان انتقل على الهواء مباشره معي عبر الهاتف الاستاذه ايمان المغيربي وهي داعيه الاسلاميه اهلا وسهلا بك استاذه ايمان. السلام عليكم حياكم الله يا مرتضى. وعليكم السلام اهلا وسهلا بك. استاذه ايمان الوعظ الديني والتربية الدينية أيضا قد يكون لها دور كبير في لم شمل الأسرة. نعم تكلموا على هذا الموضوع معك بشكل تفصيلي أكثر. بداية تحية لحضرتك المشاهدين بشكل كريم ونبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم ونقول سبحانه من جعل هذا البنيان الأسري في المجتمع وجعل لي أسس وجعل لي ضوابط وأنزل أحكامه مفصلة من فوق سبع سماوات أحكام الأسرة أحكام بداية من الخطبة من خطبة الإنسان كلها جاءت مفصلة من المولى المشرع الكريم ولم يتركها عبثا للعابدين ولا اجتهاد لا علماء ولا غيرهم نعم أحكام دقيقة كيف الإنسان يكون أسرته كيف يبدأ الاجتهادات الثوابت علاج ما يطرأ وما يحدث وما تمر به ممكن هالبنيان تغير هاللبنة تمر بها احيانا عواصف تمر بها رياح دل الله عز وجل لاليه وعلاج هذا الخلل ايضا الايات جاءت مفصله مبينه ومن زاد بينها لنا بالادله العمليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تزوج كيف خطب كيف يعني لما صار لانه بشر وزوجاته بشر عليه الصلاه والسلام أمهات المؤمنين صار ما بيناتهم زائل كيف كان الإنسان كيف يربي وينشئ ثمرة هذا الزواج من أبناء من رزق بالإناث ومن رزق بالذكور ومن لم يرزق وكتب الله لنا من ذات ذرية وأيضا من زوجهم ذكرانا وإناثا كيف ربوهم لم يصير خلاف كيف نصرف في هذا الأمر هذا كله جاء مفصلا مبينا من قال الله قال الرسول نعم يعني من هذا المنطلق نبين أن عندنا أسس وضوابط صالحة لكل زمان ومكان الأسس في هناك أشياء تتغير هذه الحواسي ولكن الأسس لا تتغير ولا تتبدل مهما تطاول عليه الزمن سيبقى الزواج
والحلال حلال والحرام حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. لا يقولون قانون فرنسي أو غيره من هالأشياء، هذه أشياء ثانية. كيف ننجو، كيف نربوا أبنائنا باختلاف العصور، هذا كله مرجع في دين. نعم. نعم. طيب أستاذ إيمان، كيف تكلم للدين أو كيف وضح للدين الإسلامي على عملية التفكك الأسري؟ رح نطلب منك الإجابة أكيد، ولكن بعد الفاصل. خليك معنا، خليك معي أيضا أستاذ ساسي، ابقوا معي مشاهدينا الكرام. فاصل ومن بعد نواصل بإذن الله تعالى. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. الخير وفيها يفرح الغير، يفرح الغير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، ارحب بكم وارحب بكل من انضم الينا لمشاهده هذه الحلقه وعن موضوع الحلقه اليوم عن التفكك الاسري. اهلا وسهلا بك استاذ ايمان مجددا، وطلبت منك توضيح واضح شنو نتكلم الاسلام او شنو نوضح الاسلام عن التفكك الاسري. نجدد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تمنيت انه يكون عندنا حلقه قبل هذه نبين الاسس الصحيحه اللي تؤدي الى نتائج صحيحه. نعم. لما يصير خلل كله بقدر الله، لما يصير خلل ونوصل لمرحله التفكك، خلينا نمشي قبل ما وصلنا مرحله التفكك، هل التفكك الاسري ياتي فجائي؟ هل هو عارض مرضي هكذا يمر؟ ام ليه اسباب؟ خلينا نرجع سريعا، نمر سريعا باذن الله ان الاساس الاول لتجنب النتائج الخاطئة بالطريقة الصحيحة ومنها الاختيار الصحيح. نعم. اختيار الزوجة الصحيحة، اختيار تنجب أبناء، ليست تكون زوجة قادرة على إنشاء أسرة، ممكن تكون زوجة عينان ولكن لا تصلح لتربية الأبناء، لا تصلح لتكون أم صالحة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتنا للاقتران حد الشباب على البحث عن الزوجة الصالحة، وأنت يا أم ويا أختي يا بنيتي اللي تنتظري أن ربي ييسر لك نصيبك، كوني دقيقة جدا جدا في اختيارك. خلي عندك شروط، زي ما الشباب عندهم زوج، خلي عندك شروط في الحق، شروط في تكوين هذا الزوج اللي بتنجبي منه أبناء وبتكوني معه أسرة. أن الإنسان يتزوج ولا يطلق بعد شهرين ثلاثة بعدام، أو ينتج بذرة وثمار غير سوية، هذا ما هوش الأسرة اللي يسمح لها الإنسان، أو هذا اللي بتبني البلاد. إذا الاختيار الصحيح، النشأة الصحيحة، نشأة الأبناء، وقبل ما نوصل التفكك نشأة الأبناء محتاجة إلى رحم صحيح. نعم. ينشأوا فيه رحم سليم، وأيضا بعد محتاجين إلى بيئة سليمة ينشأوا فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من أعظم الكوارث على الإنسان واللي تجلب عليه المعصية واللي تجلب له غضب الله مال الحرام، وما أكثره في هذا الزمان، المال الحرام ومكان الحرام والشقة المنقوزة والسقق والبيوت والمنازل ومكان العمل، انتهى قانون أربعة، والبيت لساكنه والبيوت المغصوبة والأملاك المغصوبة. نعم. وأخذ الرشوة والمال الحرام، هذا كله أثر المعصية، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله إن أثر المعصية يظهر في ثلاث. نعم. في شؤمها يجي في الدابة في إنسان مركوبة أو بطريقة الحوادث البشعة، في الزوجة ان تكون علاقتها غير متوسطه وغير سويه، ثم الابناء سبحان الله العظيم، المال الحرام والنشأة الحرام حتأثر على الانسان مهما كان حاول الصلاح. لا، صلح الاساس
انشد عليه الأسرة، انجبنا أبناء وخدنا معهم الجهد وخدنا بالأسباب هذه، وكنا في مرحلة مثلا خلاف مع الزوجة، وهذا يحدث خلاف ما بين الأب والأم وما بينهم ما بينهم أبناء، أو نحب نفير من شيء. التفكك لا يعني إن الأب والأم مطلقين. كم من الأسر الآن اللي موجودة، والآن من خلال صراحة تواصلنا يومي مع الأخوات ومع الحالات مع المشاكل الزوجية، كم من العائلات وكم من الحالات عايشين تحت سقف واحد صح، لكن منفصلين انفصال كامل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم طيب. انفصال وجداني انفصال بكل ما تحمل، يعني انفصال تام، وما يترتب على علاقة الأبناء والإنتاج الإنسان أطفال. طيب. اللي يشوفه رافض الصورة المهزوزة. أستاذ أيمن ابقي معي سنعود لك بالتأكيد لأن العودة مع الأستاذ ساسي. أستاذ ساسي خلينا نتكلم معك على ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الخدم في المنازل، وكيف يبان تأثيرها على التفكك الأسري. كويس. في نقطة أشرت لها سادة إمام بصراحة مهمة، مفروض صح سبقنا بحلقة إحنا مفروض كنا الأساسيات الصحيحة بين الأسرة بحيث ما تتعرضش اللي هو التفكك. هو طبعا تكلمنا عليها فيما سبق في حلقات، لكن ما تكلمش بإفاضة يعني بصراحة، وهذا الشيء بصراحة يعني نزيد نأكد كلامها بصراحة، واليوم نزيد نأكد على هذا الموضوع أكيد. ونتكلم عليه بشكل الجوزة تفصيلي أكثر. نعم كويس. ظاهرة هي وجود الخدم الأفريقيات أو أي جنسية فصل الأسرة، هذه تشكل خطورة كبيرة جدا جدا، لأن الطفل الصغير ينشأ فصل الأسرة لما يأخذ تربيتين تكون تربية بعيدة للثقافة متاعها، خاصة الثقافة الإسلامية والعربية اللي عايشة في الأسرة نفسها، والثقافة الليبية المقصد كانت العربية الأمازيغية بصفة عامة، يعني لها تأثير حيكون سلبي في عاداته وفي سلوك الطفل، لأن في دول الخليج بصفة عامة يعانوا من عدة مشاكل، لأن هي صفة الثقافة الهندية هي المسيطرة، والباكستانية والبنغلاديشية حتى نفس القصة. هذه كلها يكون لها تأثير في المستقبل، ما تعرفش التربية نتاعهم الناس هما وصول نتاعهم هيك على مشاكل أخرى أكيد، المعتقد نتاعهم ضرب زي ما قلت لحضرتك موجود الأشياء زي حتى ظاهرة السرقة، معظمهم الخدم المتواجدين في الأسر اللي جابوهم في ليبيا يعني حسب ما شفت عندهم مشكلة سلوك السرقة، عندهم مشكلة السرقة، مشاكل ذات الجنسية اللي تصير خاصة وكان الذكور على الأطفال الصغار الصغيرين وعلى البنات الصغار، يعني عدة قصص يعني جتهم حكم أنهم يخدموا في إدارة الإيدز، جينا قصص بالشكل هذا للأسف الشديد نتيجة وجود الخدم الثقة فيهم، احنا مش يعطي فيهم في الثقة الزايدة، يعتقد أن هم ناس مكملين أو مؤهلين، سمحني في الكلمات يكذبوا عليهم بعض المكاتب، مش نقول كل في منهم نسبة عالية بين ناس مؤهلين وكويسين وثقة، ما تعرفش برنامجهم الناس وين جايين للبلاد ويخدموا، لها تأثير سلبي جدا جدا، وفي حتى علاقات غير شرعية صارت في بدون علم الجوزة من الجوز نتيجة عندها علاقة شرعية مع الخادمة في البيت، موجود هالقصص وحملت منها وجوز معها بالسر وسيب جوزتها وصغارة، وصارت عدة قصص خاصة كانت من الجنسية العربية زي الجنسية التونسية والمغربية والمصرية، هذه القصص صارت بالشكل هو، وهذا موضوع شك أحيانا الأم تلام أكثر لربما في هذا الموضوع و... أكيد إن هي طالبة الخادمة نقول لك طالب... يعني مشغولة يعني نقول وأنا أطفالك فلا قاعدين مع المربية أو قاعدين مع الخادمة هذا الموضوع، واللي أخطر من هيك انتشار الحاضنات اللي في الشوارع، انتشار مش عارفين من أصلهم الناس هما وش برنامجهم انضافتهم الأمراض اللي عندهم تربيتهم طريقتهم يتحجوا يفرحوا يسمعوا أي دور حضانة فتحين من الساعة 8 الصبح الساعة 4 تاخذ موظفة تفتك تحط عليها غاديكا تخلط منها هي أم ثلاجة ما عندهاش أي حنان حسب الناحية النفسية، هذا موضوع خطير جدا جدا لعدة تداعيات في المستقبل. حيجنوا لما ولدك وضعه ينحرف وبنتك تنحرف أو يتطاول عليك ولدي عاق، عند عاق ليه إنك ما ربيتهاش تربية صحيحة، فقد الحاضن الحقيقي الأب والأم في البيت خاصة الأم الدور نتاعها، وحيتكون أنت الملام لما تلومه غضو أنت حتلومه، ما تحججليش بالأشياء زي هذه. طيب. زي ما أشرت حضرتك سؤال مهم جدا جدا، انتشار ظاهرة اللي هي الخدم في المنزل خطيرة جدا جدا، سواء كان هو رجل يشتغل في المنزل أو امرأة، الظهور شكله خطورة كبيرة، ما فيش ثقة، الثقة أكثر شيء تطلع من قلفها أو من الأم أكثر من الشخص الغريب اللي جبته وأعطته الأمانة اللي في البيت يعني. أتدخل في الحياة الزوجية أو حياة الزوجين تحديدا أطراف خارجية ممكن تخش في بعض المشاكل أو بعض الخصوصيات مثل مثلا أهل الزوج أو أهل الزوجة. هذا موضوع كيف يبان تأثيره على التفكك الأسري خاصة في بداية العلاقات الجوزية وفي بداية الجواز، هذا موضوع خطير أكيد، لأن أي موضوع يصير أو مشكلة تتصل طول الجوزة بما لها صار وصار ومشينا ودرنا، والبو الجوزة نفس القصة حتى يصير أي حاجة يهز المالية كل كبيرة وصغيرة، هذا مشكلة أنت تعلمهم الاعتمادية، معاش يعتمدوا على نفسهم كيف يحلوا مشاكلهم يواجهوا بعضهم، يعتمدوا على الأطراف الأخرى، الأطراف الأخرى حتكون
ما هيش محايده كذا حتجي مع الطرف اللي طرفهم هم. كان صارت مشكله البنت مالي البنت حجوا معها، كان صارت مشكله الولد مالي الولد هو اللي بيجوا معها الجوز. هذا موضوع خطير. كانت المشكله ومن هو كان الغلط طبعا؟ اكيد هو المستحسن المفترض ان احنا المفروض تكون الام ام الجوزه تكون اعقل من هيك، وابو الجوزه وابو الجوز والجوز يكون اعقل من هيك. لما تصير اي مشاحنات بنروحوا لمشاكلكم بروحكم عاش جونا انك تتعلم فيه من الاعتماديه، يعني عاونوني في كل كبيره وصغيره. ما هذا حتصير مشكله، اي مشكله تصير تتصل بامها، دار لي وقال لي، اي مشكله تصير حتى هو يكلم مالي قالت ودارت. هذا موضوع خطير بصراحه، تطلع اسرار يعني بصراحه. عند الاهل دائما، اهل الزوجه تحديدا دائما عندهم شيء سلبي، هو انه يقول لها يعني لما هي تشكي وتتصل لانه يكون عندها مشاكل يقول لها فسيبي لها الصغار وتعالي. ما هذا الموضوع ما تشجعش على الغلط صراحه، اكبر غلط. ما تقولش لا بنتنا وبنتنا، لو كانت في حشمه لها عايشه في عز ودز ولا هو عايش كان مستريح وجاب، لا هذا غلط. هذه افكار تعطيهم تطاول بصراحه، تعطيهم عدم الاحترام، عدم شعور المسؤوليه انك انت تاسس في مؤسسه، ما تاسس مؤسسه بني وشركه وتفضها بعقد، لا هذا عقد رباني سبحان الله. يعني بتاسس انك تبني اسره، بتنجب اطفال، تصنع زي ما قالت الساده ايمان اسره بالكامل تنجب فيها اطفال. لازم تكون على محل الثقه، يعني ما تكونش محل ثقه تصبح في مشكله، تصبح في ضعف في الشخصيه. كيف انت بين تتجوزت وكيف انت تتجوز كان عندك شخصيتك مهزوزه وانت شخصيتك مهزوزه؟ كيف معقول ايش تواجه اي مشكله؟ لا لازم تواجه، لازم تقابل المشكله، مش في اي لحظه تتصل بامك تتصل بام واخواتك وبأخوتك. لا غلط، هذا ماهوش مظبوط. انا ضده 100%. اللهم كان صارت مشكله كبيره الله غالب. طيب مثلا هو كان جوز سيء جدا جدا او جوزه سيئه جدا ووصلوا لطريق مسدود، تقول الله غالب صح تصير اشياء زي هذه، لكن في حد المعقول، في حد الامر المعروف، بحد نحن ما نجوش ونكونوش مثلا جايين مع هذا، نكونوا على الاقل محايدين نوعا ما تحلوا مشكله بحيث نرضوا الطرفين يعني. نعم، الانسان يكون منصف في النهايه ومتوازن في كلتا الحالتين. ابقى معي استاذ ساسل لننتقل الى استاذ ايمان. استاذ ايمان خلينا نتكلم معك على الاثار اللي تحدث او الاثار اللي تكلم عليها او تحدث عليها الدين الاسلامي جراء التفكك الاسري. معذره يعني لما الضج مقطوع تغطيه، برجع السؤال معذره. نعم، طيب نتكلم معاك على الاثار اللي تحدث او الاثار اللي تكلم عليها الدين الاسلامي جراء التفكك الاسري. استاذي الكريم قبل حتى ما نوصل للنقطه هذه، احيانا لما نتفصل بعض النقاط راهي هي تكاد تكون حلقه كامله او حلقات. نعم. بالنسبة لموضوع مثلا الخدم والأمانة في البيوت، أتمنى من الإعداد الكريم ومن حضراتكم، وأعتقد أن حتى الأستاذ فاشل جدا لا يوافقني في هذا الرأي. نعم. أنه تخصيص حلقة كاملة وبهدوء عليها ولا احتاجنا لحلقتين. بإذن الله. العديد من الناس الآن تو يقول لك احنا مش لاقيين سيولة وكذا، وأنتم بتحكوا لنا عن الأمانة، بتحكوا لنا عن الخدم، لا موجودين. هذه ظاهرة. كلها من سلبيات وكلها من إيجابيات وسلبيات. وكان اثارها على بلادنا وبلادنا المفتوحه بهجمه الشرسه من الهجره غير الشرعيه واللي يقع ضحيتها الاسره الليبيه، هذه نقطه. نعم. نقطه التفكك او اثارها قبل ما نوصل للتفكك، سبحان الله حضراتكم توا اثرتوا نقطه، انه الزوجه تواجهها مشكله ثاني يوم ثالث يوم، او هي عنيده، أو بأن والدها يعني مدللها وغيرها من هالعبارات تحت أي مسمى، صار خلاف. نعم. صار خلاف، تكلم ماما تكلم بابا تكلم خالتها، أحياناً عائلات هيك في مصطلح يسموا فيه عندهم مدبرة العائلة. تلقى عندنا شور شورها والراي رايها. مش شرط أن الأم مرات تكون يعني أحد الأقارب بالجهة الثانية. نعم. اللي صار لي صار لي صار لي. بعطيها النصائح. هي نبدو. هل هذه السيدة امرأة سديدة وراجحة الرأي وقصة رأي الخير مثل هي بنتي اصبري وتحملي؟ أراه في قصص أيها الكريم، حتى لما نأخذ في المحاضرات نقول لهم ولا أروع من حكمة الجدات من غير منا على حسب الشريحة، تعطينا الشرعي هذا شيء، هذا لا نستغنى عنه. نعم. عرف الدين كان ولا زال في الماضي يستمد كلنا من الشريعة. حكمة الجدات كلها متأتية مما قال الله وقال الرسول. ما نقولوش الزوجة بس، في 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 أزواج للي يخطب كلمتها طلعنا مشينا قالت لي جت لي وينزل كان جت له خطيبته الرقيقة واللي مادية ممتلئة ماديا يعني. فسبحان الله هي راهو الخلل في التوازن العقلي صار عندنا من الطرفين، يتملمون الطرف دون آخر. نعم. الله عز وجل قال لنا ان لما خدمت بالاسس وبالاسباب
وصلنا إلى مرحلة وتزوجه صار خلاف، صار خلل، صار طلاق. عندي آليات وقبل أن يحدث الطلاق بيننا الله عز وجل في آية عظيمة إن المرأة عندما تشعر من زوجها بنشوز أو إعراض فتستشير مني حكما من أهله وحكما من أهلها. لو كان نقرأ في قرآننا قراءة مش قراءة بتدبر رانا فهمنا وكنا فهمنا من عدة أشياء. الله عز وجل ما ذكر فيها حكم، حكم إنسان حكيم، إنسان ينفع المشاكل يا عائلاتنا ويا أمهات ويا أباء يلي تستعينوا بالإنسان المنسن والإنسان المسالح والنويسط الفضلية بتجي على الكيد عن المال العريس ويبتزهم يعصرهم عصر بالإحراج بس من أجل أنكم تأخذوا أعلى مهر مؤخر وشم بيجيب لبنتكم. استعينوا بحكماء العائلة يا زوجة لما نشعر أن في خلل في حياتي مش قادرة استشير والدك إذا كان والدك إنسان حكيم. استشير الحكيم والعاجل من خوتك في خوت بعض الإخوة لما تنتجح للزوجة سبحان الله يعني يرضى في خيطة لأن الصورة مأساوية للترويها له فبيصير فيها الحكميتي. إذن إدخال الحكم الله عز وجل قال إنه من الطرفين إن الحكيم يعرف صحة الرواية المنقولة ليه وهل صارت ولا ما صارتش. هذه النقطة الأساسية. الله عز وجل أمر الزوجة ولو صارت مشكلة ولو صار مهما كان الأمر جلل ما فيك كلمة كانت راجل طلبني سامحوني فيها العبارة القبيحة صراحة وإن سوى أطفالي لحسبون لا قالها يا زوجة أبد في بيتك وعسى ذكره شيء ويجعل الله فيه خير كثير. رأى الله عز وجل سورة الطلاق لا يوجد فيها الطلاق فقط وإنما يوجد فيها الأسباب المعينة على الصلاح قبل التفرقة اللي تحدث ما بين الأزواج ولو حدثت طيب. الله عز وجل جعل لها البواب. معي أستاذ إيمان لا نعود مع الأستاذ ساسي. أستاذ ساسي خلنا نتكلم معك على كيف يكون تفكك الأسري تأثير على الأطفال من ناحية تحصيرهم العلمي ومن ناحية نموهم أيضا. كويس. لما بصير في أسري أي أسرة سمح الله سواء كان الفعلي أو غير الفعلي أول شيء يفقدهم الأمان. نعم. لأن زوز أعمدة أو زوز ركائز صار فيه مهزة وهذه مشكلة كبيرة تأثر نفسيا تحهم نشعر الطفل خاصة لو كان في سن صغيرة ما يعني فيش أمان أو صدر رحم هو قاعد لاف به أو حايط به. ثاني شيء فاقد شيء حمل فعلا يعطيه. ليش؟ إن الطفل لما يلقى الأب والأم غير متفاهمين وفي مخاض يحاول إن هو يحل صراعات نتاعه بطريقة أخرى ممكن يمتحن شخصية الكذاب أو الغشاش أو الترتار أو المتبلي إحنا نسموه فيها باهي أو ممكن ياخذ حاجة مش من حقه يتجه حتى للسرقة لا سمح الله أو يتجه حتى لارتكاب الجنح سواء كانت بسيطة أو كانت كبيرة. نتيجة أنه هو مش لاقي اللي هو ملاذ الأمن في البيت نفسه أو صدر الرحم. لأن ليش تصير القصة دي مع الأطفال بصفة عامة؟ لأن المرشد ولأن الإنسان القدوة اللي في البيت سواء كان الأب والأم لما هم انشغلوا في مشاكل نتاعهم وفي صراعاتهم وفي شتمهم وخصوماتهم يصبح الطفل هو المحور الضعيف في الأسرة والمحور حول لها ولا قوة مش لاقي نقول فيها الخيارات إنه هو لازم بيمشي وينحاز للناس المنحرفة أو الناس اللي خارج مش لاقي لنا من يوجهها أكيد الطريق الصح حتعلم الانحرافات تصبح في مشكلة كبيرة أكيد. نعم. المراهق ينتهزها فرصة كبيرة ينحاز مع الطرف الأقوى ينحاز على الطرف الأقوى بحيث باش ياخذ الغاية متاعه باش هو يدير ما يبي احنا نقولوا فيها باش يرضي الطرف الأقوى وياخذ منه ما يبي ممكن فلوس أو مصاريف معينة أو طلعات أو مشيات في ساعات زمنية طويلة بدون زي ما نقول فيها يعني على راحة نسموها فيها هي. نعم. في حال إنهم كانوا كبار وناس متجوزين ممكن تأثير نتاعهم حيكون حتى عليه أحفادهم بصفة عامة وحتى في تواصلهم الاجتماعي ويعتقد أنها شيء مشين كبير جدا جدا ممكن توصل حتى للتجريح وتوصل لمشاكل كبيرة توصل حتى لمشكلة اللي هي فض اللي هو الورد وحاجة زي هذه وهذه المشاكل اللي ممكن تنشأ نتيجة اللي هو الانفكاك نتاع الأسري. الانفكاك الأسري اللي غير فعلي اللي موجود زي ما أشرت لي سادة إيمان شو المقصود بالغير فعلي؟ الغير فعلي تلقى البول أم موجودين في الحوش لكن ما متواصلين متعاقوا ومرتها تلقى سبعة ثمانية شهور حتى كلمة خير كلمة خير ما تقولهاش فيها هذا بان تأثيره واضح على الأطفال إيه موجود ومنتشر. هذا شين يعلمهم أطفال الصغيرين؟ يعلمهم الكذب يعلمهم النفاق الأنانية والكراهية أيوة والأنانية والكراهية يعلمهم المراهقين شين يعلمهم المراهقين؟ إنهم محتوى نفس القصة يدرفوا في الدواء ينقلوا في الحديث
أمي قالت عليك وأبوي قال عليك. حتى في النقطة هذه ممكن الأبناء ينقسموا، يعني أبناء يمشوا يأيدوا الأم ويمشوا يأيدوا الأم، ومن ثم يحدث تفكك أسري داخل الحقيقي الأسر. الحقيقي هو الطلاق يعني. طيب خلنا نتكلموا عليه كيفية الوقاية من التفكك الأسري. كويس، الوقاية اللي هو العلاج، العلاج اللي هو تأسيس زي ما شرط صدى إيمان صح. أنت مفروض أن الإمرأة تتجوز تيقن هذا إنسان صالح يخاف الله سبحانه وتعالى ومحل ثقة. الإمرأة نفس القصة، نعم تتجوز تكون إمرأة صالحة ومحل ثقة وذات دين وتربية. لو كانت تكونش العناصر المتوفرة في الطرفين تصبح في مشكلة بصراحة. وهلبا قصص تصير بخصوص الموضوع هذا كان بنشيلها، مش ناخذ الدور صدى إيمان، على الأقل ممكن تفيدنا من ناحية دينية أكثر. نعم. بصراحة إذا خرجنا ننتقلوا لها ونعرفوا من هذا السؤال. أستاذ إيمان نتكلموا عليه كيفية الوقاية من التفكك الأسري. ربما أنت ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي من الأساس لربما الأسرة الصحيحة هي الأسرة واختيار الزوجة الصالحة بخصوص هذا الموضوع، كيف تعلق عليه؟ جد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحذر أو الحذر من علاج أو من التفكك الأسري بينا صورة سريعة. علاج التفكك الذي حصل نسأل الله إنه ما يحصلش، ولكن عندنا واقع عندنا أن فعل أبناء ويعبر حتى بوسيلة أخرى. أحيانا بعض الأمهات يشكو الله يجزكم يعني أكرمكم الله، تبول لا إرادي لأبنائها. نعم. لها المحيط يعني نعرف السبب، الطفل ولو كان ما يتكلمش لكن يحس. الأمهات حتى قديما يعني كانت تنصح بعدم إرضاع الطفل الوليد أو اللي جاء في طرق الرضاعة لما تكون الأم زعلانة أو الأم كذا، لأنه يكون حتى اللبن غير صح. الله عز وجل بيننا إن يا زوج ويا زوجة إذا كان ما بينكم أبناء بيننا من البداية. لو كانت السيدة حامل عليها ألا أن تعلن عما في إحسائها وتقول مثلا راهي لنا في صراحة من يضع يكون الضحية. عادة الأب والأم هنا يستعمل الأبناء كسلاح أو وسيلة ضغط ضد بعضهم. نعم. حتى من الشكل يبدأ حتى التنابل. سبحان الله نرى في العائلات شكلك زي خالة اللي صفت ناسة، لا هذه زي عمتها اللي ما تحبنيش من قبل ما نجي، ما غيرها من المسميات. اتقوا الله في أنفسكم. نعم. إذا حدث ما بينكم خلاف أو سطاق حاولوا إصلاحه بما استطاعتم، حاولوا إصلاحه بالحكم. مش معناه ان ننشر احنا قصتنا على كل لسان، ولكن نستشير المخلصين، نستشير واحنا عندنا نيه في العلاج ونيه في الاصلاح ما استطعنا. تصبري تتحملي يا اختي ايام راهو لما نوصل الى مرحله ان خلافات او سوء معيشه او سوء عشره. نعم. الله عز وجل وضع لها حد وهو الطلاق. ما نقولوش لا خوفا من المجتمع، خافي من الله عز وجل عليها الأمانة اللي بتعيش في الجو المضطرب، كيف تطلع في مزاجها. نتق الله لو ما نقولوش إن في أطفال ما يعرفوش. كم من أطفال سبحان الله بعد سنين عبروا على مدى الألم والأسى، وزي ما تفضل الأستاذ تطلع عليهم في تصرفات وفي تعبيرات وكناس ملاحظينها. الأسرة بدرة عظيمة نحافظ عليها كما أمر الله عز وجل. نعم. طيب شكرا لك أستاذ إيمان المغربي الداعي الإسلامية، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. الآن ننتقل مع الأستاذ ساسي. أستاذ ساسي خلينا نتكلم معك على كيف يمكن الوقاية من التفكك الأسري، وهل يمكن الوقاية من التفكك الأسري بالتفرج على مثل هذه البرامج وهذه الحلقات الهامة؟ أكيد دور الإعلام له دور كبير جدا جدا. ممكن حد يكون ناسي أو غافل ممكن يتفرج حلقة زي هذه، سواء مني أنا سواء من غيري. كلمة طيبة راهي صدقة، مفروض مش غير دور الإعلام فقط، حتى المساجد يوم الجمعة نقال خطب بالشكل هذا. نعم. في المدارس المؤسسات حتى المؤسسات الخدمية، علاش ما تجيش مثلا تنعطى مثلا محاضرة بخصوص أهمية الأسرة وتكوين الأسرة، سواء كان ناحية علمية اجتماعية نفسية وحتى من ناحية دينية. نعم. بكي شفت الصورة ذات الطفل اللي رسم أسرة تفككت، بصراحة احنا شاركنا في معرض مع جمعية أو مؤسسة 21 مارس محاربة العنف ضد الأطفال في معرض طرابلس الدولي، بارك الله فيهم أعطونا جناح. نعم. في 2015-2016 بصراحة كانت أكثر من 830 رسمة رسمها الأطفال، هي نسبة عالية جدا جدا. تلقى في الرسمة رسمين الأم بحجم كبير والبو بحجم صغير، أو الأب بحجم كبير والأم بحجم صغير. لما سألت الطفل لاحظتنا ما فيش تواصل في الأسرة نفسها، يا أبو ما هوش موجود في الأسرة يا الأم. هو رسم يعني الواقع اللي عايشة. أكيد الواقع العايشة تفكك أسري. ومعظمهم لما يرسموا لاحظتهم يرسموا في بيوت والباب الحوش يرسم فيه باب نتاعهم مسكر واش سكرات، أو تلقى السقف نتاع البيت عالي فيه روشن واحد فقط. وهذه من المشاكل الكبيرة. أنت باش تعالج تفكك الأسري ديما علم الأب والأم اللي هو المرونة شيء مهم جدا جدا،
التنازل شيء مهم، مش كان الرجل تنازل لجوزها من عندها الشخصية، لا بالعكس، أو الامرأة كانت تنازل لجوزها أو ضعف، هذا ما هوش ضعف بالعكس. أنت تسامح 100,000 واحد واحد في الشارع، نعم، وأصدقاء تنزل تسليم 1000 عذر وعذر، المس العذر لجوزتك حتى أنت، طيب، وعلمها الثقة والاستماع والحب والحنان والرعاية والإحاطة، بالتأكيد هذه الأشياء مهمة بعدك تفكر أكيد. كل هدور أكيد مؤسسات بصفة عامة، مؤسسات دينية، العالمية، الثقافية، الأسرة، المجتمع، الكل يقدر يساهم في عملية التفكر الأسري. شكرا لك، بارك الله فيك، نورتنا أكيد كالعادة أستاذ ساسي موسى، وهو اختصاصي إرشاد نفسي. كذلك أشكر من انضم إلي أستاذ إيمان المغربي وهي الداعية الإسلامية. مشاهدينا الكرام، جزيل الشكر لكم على مشاهدة هذه الحلقة. أشكر كل من كان معي في هذه الحلقة، الكادر بصفة عامة أكيد، ومشاهدينا لكم كل التحية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وتقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تملى بالرق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب حقق أحلامه. هالأيام بديت تشوف السلبيات ولت هلبة، وحتى اللي يبي يدير حل معادش عرف منين يبدأ. لكن هذا مش معناه إن نقعمزوا وما نديروا شيء، هاي فرصة جديدة وجت لعنا، حاول تشارك فيها وما تكونش حتى أنت من السلبيين. سجل لي إنك مواطن، لأن هذا حقك ولازم تدافع عليه.